حقيقة حتى الآن تركيا تنفي بأنه حصل اتفاق، لم تؤكد. يعني حتى أمس كنا نتابع الأخبار، تركيا تنفي ذلك، ولكن فتح المعابر مع النظام يبدو جاء بعد القصف الروسي على إدلب وعلى شمال حلب وعلى منطقة جرابلس، وكأن بالروس يريدون أن يقولوا لتركيا إما الحرب أو فتح المعابر. فتح المعابر كما ورد في تقريركم من يعني عملية التفاف على قانون قيصر، لو كان لدى الروس هذا الجانب الإنساني لما أغلق معبر اليعربية مع جمهورية العراق، ولما أغلق معبر إعزاز. كان هناك معبرين، وفي مجلس الأمن حصل نقاش كبير وأصرت روسيا على أن يكون هناك معبر وحيد باب الهوى، والرفض فتح الاستمرار في فتح المعبرين بل أغلقهما. لو كان هذا الجانب الإنساني هو المسيطر على الموقف الروسي لما أغلق المعابر السابقة المفتوحة.